أهلا بكم مشاهدي الكرام، بيسعدنا في هذا الصباح أن نتعرف وإياكم على مبادرة وفكرة رائعة وجميلة. هذه المبادرة تستهدف تعليم كبار السن التعامل الإيجابي والتعامل الجيد مع التكنولوجيا، الاتصالات، الكمبيوتر، الإنترنت والآيباد. هذه المبادرة هي جاءت من واحدة هي ملمة في هذه الأمور، فأحبت أن تعمم وتستهدف مجموعة من كبار السن بتعليمهم مثل هذه الأمور اللي هي تكنولوجيا الاتصالات. فحبينا نتعرف على هالمبادرة وصاحبة المبادرة، وأيضا نتعرف على واحدة من الأشخاص اللي كانوا ضمن هالمجموعة اللي استفادوا من المبادرة. فاسمحوا لي أن أرحب أولا بست هالة زواتي صاحبة المبادرة، أهلا وسهلا فيك. وأيضا أرحب بست أمال سجدي، حضرتك مستفيدة من الدورة، وأنا شاكرة لحضرتك أنك رح تكوني معنا بالاستوديو وتخبرينا عن هالتجربة وعن أثرها على حضرتك. فأهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم إن شاء الله علينا وعليهم. ست هالة، في البداية ممكن تخبريني كيف فكرتي بهالفكرة كلها؟ كيف ولدت هالفكرة؟ كيف إجت؟ وأنا قلت إنه إلك علاقة مباشرة مع تكنولوجيا الاتصالات، فوضح. أنا يعني طول عمري بشتغل في موضوع تكنولوجيا المعلومات والكمبيوترز، ودايما كنت بفكر إنه من أكثر الناس اللي ممكن إنهم يستفيدوا من الكمبيوترز هم كبار السن. والسبب في هذا الحكي إنه أول إشي هي الكمبيوترز مع الإنترنت هي يعني وسيلة للاتصال مع كل الناس، مع العالم الخارجي. هي وسيلة لحتى يقدروا يعرفوا ويشوفوا سواء أخبار، جرايد، معلومات، إيش ما بدهم. يعني هي طريقة ومفتوحة زي ما أنت عارفة الإنترنت، بالإضافة إلى أنه عندهم الوقت اللي ممكن أنهم يسلوه من خلال هذا الحكي. بعدين هي تسلية كمان يعني مش وتواصل مع الناس اللي بيحبوهم. فهذه الفكرة من زمان عندي، لكن لما جديد طلعوا أجهزة الآيبادز اللي هم أجهزة بسيطة التعامل معها، فكرت إنه هلأ صار الوقت لهذا الحكي، وفكرت إني أبلش إني أدربهم على استخدام الآيباد، وبلشنا والحمد لله. يعني كان في إقبال كتير والنتائج. وفكرتي بكبار السن، ليش فكرتي في كبار السن؟ لأنه ما حدا عم بفكر فيهم صراحة. لا، والشباب عندهم دائما لما منفكر بالتكنولوجي منقول الشباب الصغار، أولاد المدارس وكله. وهلأ يعني جيبي أولاد مدارس بالصف الثاني والثالث بتلاقيه بيعرف يشتغل الكمبيوتر. للأسف كبار السن بيقعدوا معنا، صاروا في الجلسات منقول وصلني إيميل من فلان، حكيت مع فلان على سكايب كذا، يعني بحسوا حالهم غريبين في الجلسة. لكن يعني تستغربي هلأ لما بشوفهم لتلاميذي حتى طريقة حكيهم صارت غير. يعني مثلا شفتوا الإيميل كذا، حكيت مع بنتي في منطقة كذا، والله ما كأنها ما سافرت، طول نهارنا على سكايب مع بعض. فهذه اللي مسميها الفجوة الرقمية، the digital gap، يعني هو التفكير في انه نشيل هذه الفجوة. طيب كويس، حضرتك إلك علاقة بالكمبيوتر مش هيك، او بالاتصالات او بالتكنولوجيا؟ انت مهندسة كمبيوتر او؟ انا مهندسة كهرباء. مهندسة كهرباء، بس يعني بشتغل عشان هيك بسلمت عليك كهربتي. طيب ممكن تفرجينا جهاز الايباد؟ جهاز الايباد هو اختصار لايش ولا لا؟ هو مش الايباد، هو جهاز من ابل، شركة ابل. لكن الحلو فيه انه مش ماوس وبدك تقعدي تشتغلي فيه وتعرفي المهارة اللي بيشتغلوا عليها بالماوس هي شوي صعبة لكبار السن، بالاضافة لانه الكمبيوترز والفيروسز اللي بتطلع فيها يعني بتغلبها. يعني ايش هذا، التليفون ولا كمبيوتر؟ لا، هو يعني زي ما تقولي طريقة وصل ما بين التليفون اللي هو الايفون والكمبيوتر، وبيعوضنا عن الكمبيوتر. ايش رح يضل حيخترعوا كمان؟ ايش عجيب، مش معقول. اهم شيء انه بيعتمد على اللمس، يعني التاتش، واللي هي هذه يعني غريزة عند الانسان. فحتى انا في الصف يعني لما مندرب بيقولوا لي كيف بعمل كذا، بقول لهم الحل بأصبعنا، يعني بس نعمل تاتش وبقدر الواحد. خليني أشوف ست أمال. أنا قبل هيك قابلت ست أمال، أنا بتذكر يمكن قبل 7 سنين، صح؟
حضرتك كنت مألفة كتاب. نعم. مش هيك؟ أيوة. فدغري هيك خطر في بالي انها هذه المؤلفة ألفت كتاب عن نابلس بلدة نابلس القديمة. مزبوط. ما قبل فقلت الاجتماع. اكيد هلا انت رح توظفي هالمعرفة كلها بتاليف بتاليفك او اشياء جديدة رح تألفيها. صحيح. خبريني كيف اشتراكك بالدورة ست امال، كيف تعرفتي عليهم؟ شو الأثر اللي انعكس عليكي بعد الدورة؟ والله أثارات فظيعة، يعني انعكاسات حلوة كتير، وبتخفف علينا إحنا على قولكم كبار السن. بس أنا ما بعترف بس الإشي الحلو إنه أنتم ما خليتونا كبار السن. فلما سمعت عندها لأنه في الدورة هاي العظيمة اللي هي بادرت فيها مبادرة رائعة، وياريت كل الناس اللي عندهم أفكار وعندهم علم إنهم ما يبخلوا على العالم الثاني أو الناس الكبار السن، خلينا نقول إنه يعطوهم ويطلعوهم على التكنولوجيا الجديدة اللي هي بتربطنا بالعالم الخارجي بلمسة إيد بس. ما عرفت إنه استهلا عامل الدورة اتصلت فيها، قلت لها إيش هذا استهلا، أنا إذا ممكن أتصل فيكي وإذا ممكن أجي. قلت أهلا وسهلا على الرحبة والسعة. فكنت أنا في الدورة الثانية اللي عملتها استهلا المجموعة الثانية، وكانت من أبدع ما يمكن. ليش؟ أولا الأسلوب اللي أعطتنا فيه إشي أنا كنت بحياتي ما شايفة الآيباد ولا ماسك الآيباد، يمكن مش مفكر إنك تجيبيه كمان مثلا، ولا مفكر ولا كان عندي ولا بعرفه. فلما شفت عنده أنا استهجنت وانبسطت واستغربت. رغم انها ست امال على كل حال اظن انها كثير مطلعه على التكنولوجيا، بس برضه هذا شيء جديد كويس، يعني باب جديد معلوم. هذا بالنسبه لي كثير كثير ما عرفتوش الا عن طريق الدوره. هي جمال هذه الدوره كان. فالمهم فلما قعدت معاهم واخذت، يعني كان اطلاع فظيع وكان عطائها عظيم باسلوب تربوي. هي كانت تربوية، هقولتها شو انت معلمة كاينة بزمانة بأسلوب تربوي سلس لطيف ظريف وفي مفاجآت. احنا اللي قاعدين الكبار كلنا اللي ما بنعرفش ما فينا الا نشهى، ياي وصلنا هيك، صرنا نعرف هيك، صرنا نسوي هيك. ففعلا فتحنا مثلا، صرت هلا لو تعرف شو صرت اعرف، يعني صار هذا صديقي ما أقدر أستغني عنه. بس كان عندك خلفية ست أمال قبل عن الكمبيوتر؟ خفيف عن الكمبيوتر، بس أقول لك بيختلف عن الآيباد كتير. هلأ هي الدورة مجانية ست أمال هيك مش هيك؟ إلى حد ما طبعا مجانية. هي إحنا بدينا مجانية، بعرفش بعدين كيف صارت عملت ست هلا ليتر بعرفش. بس إحنا بالنسبة للآيباد يعني الطريق اللي دخلت فيه إنه كان إن بس إنه بطريقة اللمس. إحنا عقولكم السنتات الكبار حلو أقولها، أنا ما أقولها أقولها الناس الكبار وإحنا موافقين، يعني الكبار بقيمتهم بقيمتهم قدرا وسنا. المهم فهذه كتير منيحة. أنا بنصح الكبار اللي بدهم يتعلموا أي شيء على الشبكة الإلكترونية الجديدة يكون عن طريق الآيباد. ليش يا حزرتي؟ لأنه بعطي مجال تكبري الخط، لو فتحت لنا إياها هلا بيكبر الخط وبيصغر الخط. وإحنا نظرنا على أدنى هلا. فلذلك في كتير سهل إنك تكبري تقري أي موضوع. تصوري استفخر والحكي طبعا الاستهالة إني أنا بضلني أطلع عليه يومي، بعمل فترة من وقتي إني أخصصه للآيباد صديقي الحبيب اللي ما بيأذيني بس بعطيني، اللي هو أفتحه بدي مسلسل بطلع عليه، بدي أطلع على موضوع أقراه، عيني وجعتني بفتح الآيباد بشوف الجوجل. أنا بقول إنه اختيارها صحيح لست هالة، إنها أصرت إنها تجيبك اليوم لأني قالت أنا بحب تسمعي منهم. هلا أنا كتير شاكرة لست هالة، أول شيء إنها فكرت بهاي الطريقة، فكرت بإنها تعطي من وقتها وجهدها بشكل مجاني، إنها تدرس الأشخاص كبار بالسن وكلهم حلوين زي ست أمال. الله يخليك الحمد لله. طيب كم دورة صرتوا عاملين لحد هلأ؟ لحد هلأ عملنا 5 دورات وخرجنا 48 شخص. في حدا بدعمك بساعدك يعني الأماكن؟ يمكن أنا سمعت أنه أنتوا بتاخدوا من مزبوط. هلأ إحنا أنا طبعا بديت في الفكرة وما في إيد بتزقف لحالها. كان نحتاج للمحل اللي بدنا نعمل فيه الدورة، فمتحف السيارات الملكي أعطونا غرفة الاجتماعات طبعا مجانا عندهم. في مرات نحتاج آيبادز في داخل الحصة، فكان لازم نشتري أكم من آيباد. سيد كريم قعوار كان متبرع أعطانا الأجهزة. أنا مش لحالي بدرس، يعني أنا المعلمة الرئيسية زي ما تقولي، بس بين كل شخصين من قعد كمان متبرع، فعندي 6 متبرعين وهدولي طبعا مساعدين إلي في كل الدورات. إن شاء الله يعني أي حد بسمعنا هلأ وعجبته الفكرة بقدر يدعمكم ويساعدكم حتى تقدروا توسعوا الدورات وتوسعوا الأشخاص
اللي بتعلمهم بتنشروا المعرفه. يعني تخيلي قديش انت عم تنشري معرفه بين الناس. بتعرفي يعني لما بشوفهم هلا يعني ما بتصدقي قديش هم مبسوطين من اللي اخذوه. صاروا يقولوا زي ما بتحكي الست امال انه يعني هذا جزء من نهارهم. هي الاخبار اللي بشوفوها بقروها، هي الجيمز اللي انت فتحتي باب عليهم. نافذه على العالم. ولا كمان مثلا اللي بيحكوا مع اولادهم ومع احفادهم. وانا دائما بقول لهم في شيء احنا انا طمعانه فيه اكسترا من هذا الحكي، واللي هي تواصلهم مع الجيل الجديد لاعطائهم هالخبره الكبيره اللي عندهم في الحياه. فهذه كمان مكسب للجميع. كثير حلو، انا سعيده فيكم بهالصبح، نورتونا وعطرتوا اجواءنا بهالصباح. ست هالة شكرا لك، وست امال يعطيك العافيه. وانا عرفت انك بدك تصيري يمكن تصيري مدربه معاهم، مزبوط؟ هيك مديرتي بتقول. ان شاء الله املنا انه كمان إن هم يصيروا يعطوا اللي وراهم، يعني شوي شوي مندربهم لحتى يصيروا مدربين. في حلو نقطه صغيره كثير حلوه هالة كانت بتعملها، انها بتتواصل معنا، مش يعني تخرجنا وروحنا روحتوا، لا عملنا عقد اجتماعات شهري مثلا. بتتصل فينا تليفون، بتبعت لنا على الايباد، على الفيسبوك، السكايب مرات بنحكي معها. يعني انا سكايب صرت احكي كثير. كويس كثير. انا بدي اشكركم ست امال، شكرا لك وست هالة، اهلا وسهلا فيكم. فاصل قصير مشاهدي الكرام، راجعين لكم بعد الفاصل.